الكلمة والمايك للزميل المبدع والمتألق الوليد بن محمد الغامدي، معلقا ووصفا على أحداث ووقائع شوطنا الرئيسي القادم. شكرا فواز بن سعيدان العتيبي، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نحييكم ونجدد بكم اللقاء والتحية مع هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات المتواصلة. شوط ينتهي وشوط ينطلق من أشواط الخير والبركة في هذه المسيرة المسائية وفي هذا الحضور المتميز. نحن وإياكم نتابع هنا ونشاهد في هذه الانطلاقات انطلاقة شوطنا الثاني، وهو الشوط الأول والرئيسي للزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات. بداية وإياكم نسير إلى الانطلاق الأول، إلى مبسوط على البداية وعلى الانطلاق الأول بشعار ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة مبلش على المستوى الثاني بشعار راشد بن محمد بن حمد الدعية يتقدم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز أرى رداد هو القادم في هذه الأثناء بشعار راشد بن مشعل بن عفيش الشهواني يتقدم على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز ووصول من قبل إجويزيان هو القادم بشعار مسلم بن عبيد بن مسلم النابت على المستوى الرابع، النقلة إلى خامس المراكز لكيار مهيض الواصل على المستوى الخامس بشعار عبد الهادي بن حمد بن هندي الدوسري يتقدم على المستوى الخامس. في هذه النتيجة الأولى وبحضور هذه الشعارات التي تنطلق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نحن وإياكم لنا عودة في هذه الانطلاقة إلى البداية الأولى وإلى مبسوط على البداية. من يتقدم هذه الجموع وينطلق بشعار ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارة رداد هو الواصل في هذه الأثناء بشعار راشد بن مشعل بن عفيش الشهواني على المستوى الثاني. ثالث المراكز ووصول في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشعار الذي يتقدم في هذه الأثناء، وصول من قبل مغادر بشعار عفات بن حشر بن عفات العتيبي يتقدم على المستوى الثالث، بينما المستوى الرابع وصول من قبل مبلش يصل في هذه الأثناء بشعار راشد بن محمد بن حمد الدعية يتقدم على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصول الآن من قبل هنا في هذه اللحظات وصل في هذه الأثناء وتقدم أو هنا سراح يتقدم في هذه الأثناء على المستوى الخامس بشعار حمد بن راشد بن سعيد بن راية يتقدم العالمي على المستوى الخامس ويقدم لنا سراح في هذه الانطلاقة على المستوى الخامس وفي هذه النتيجة الثانية من مراحل وانطلاقات هذا الشوط، الشوط الأول والرئيسي للزمول، وفي هذه المسافة التي تأتي بهذه الانطلاقات وسوف نشاهد هذه الشعارات الحاضرة والمتميزة في هذا المساء المتميز، ولكن نعود وإياكم إلى البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكيارة انطلاقة مبسوط على البداية وعلى الانطلاق الأول بشعار
ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما التسلل والقدوم من قبل مغادر بشعار عفات بن حشر بن عفات إلى عتيبي وصل على المستوى الثاني وغير بدوره إلى الصدارة، بينما ثالث المراكز وصول في هذه الأثناء وهذه الانطلاقة من قبل هذا الشعار الذي يأتي من قبل رداد راشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة الشهواني، يتقدم على المستوى الثالث ويغير بدوره في هذه الانطلاقة المتميزة، بينما المستوى الرابع وصول في هذه اللحظات من قبل مبلش راشد بن محمد بن حمد الدعية، في هذه الأثناء يصل على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصل سراح في هذه اللحظات بشعار حمد بن راشد براية المري على المستوى الخامس، يقدم لنا سراح على المستوى الخامس في هذه النتيجة وهذا الحضور المتميز والانطلاقات الرائعة والتواصل هنا الجميل في هذه الانطلاقات الكبيرة. ولكننا نعود إلى البداية وإلى هذه الانطلاقة وهذا الحضور من قبل مغادر على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول بشعار عفات بن حشر بن عفات العتيبي، من ينطلق على البداية ومن يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما النقل والدور إلى ثاني المراكز لكهيرة مبسوط وصل على المستوى الثاني بشعار ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي، يتقدم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول في هذه الأثناء من قبل رداد بشعار راشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة الشهواني، وصل على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول الآن وانطلاقه في هذه اللحظات من قبل مبلش وصل على المستوى الرابع بشعار راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية القادم على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وختام لهذه النتيجة في هذه المرحلة وصل سراح الآن بشعار حمد بن راشد بن راية، وصل ممثل المملكة، ولكن نرى تسلل وقدوم من قبل راهي بشعار فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على المستوى الخامس، يتسلل في هذه النتيجة وياتي في هذا الإبداع المتميز في هذه المرحلة الجميلة، ولكن رقص الكبار هنا ومعركة الزمول في هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة، وفي أول الأشواط الرئيسية لسن الزمول المسافة هي 8 كيلومترات، ولكن البداية الأولى الانطلاق الأول هنا بشعار مغادر عفات بن حشر بن عفات العتيبي على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز وصول من قبل رداد على المستوى الثاني بشعار راشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة يتقدم الشهواني، بينما المستوى الثالث وصول من قبل راهي بشعار فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، بينما المستوى الرابع وصول الآن من قبل سراح بشعار حمد بن راشد بن راية، وصل في هذه اللحظات، بينما خامس المراكز وصل مبلش راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية على المستوى الخامس في هذه النتيجة وفي هذا النداء الذي يأتي بهذا الحضور الجميل، ولكن العودة إلى البداية رداد على البداية وعلى الانطلاق الأول ويا بن عفيشة كيلو ونصف الكيلو
كيلو. وصلت الأزمة الآن، وصلت الشعارات. أول القادمين مغادر، عفات بن حشر بن عفات إلى عتيبي، بينما ثالث المراكز وصل الآن. وتقدم راهي بشعار فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، بينما المستوى الرابع وصول من قبل مبلش بشعار راشد بن محمد بن حمد الدعية، ووصل سراح الآن بشعار حمد بن راشد بن راية، وصل على المستوى الرابع في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي وفي هذه الانطلاقات. ولكن رداد، رداد على البداية، رداد على الانطلاق. الأول بشعار بن عفيشة، بن عفيشة على البداية، بن عفيشة على الانطلاق. الأول راشد، راشد بن مشعل بن فهد بن عفيشة، بينما ثاني المراكز وصول. أصل راهي الآن بشعار فيصل بن راشد بن ناصر. أصل العالمي في هذه اللحظات سراح هو القادم بشعار حمد بن راشد بن راية. بن راية يتسلل من مركز إلى مركز، مر مرور الكرام. هذا هو العالمي، هذا هو ممثل أبناء المملكة، ينطلق الآن على البداية الأولى. سراح على البداية حمد بن راشد بن سعيد بن راية. بن راية يقدم لنا هذا البطل، يأتي بهذه الانطلاقة. ركز يا أبو علي ركز، الأسماء وصلت والشعارات تقدمت. وصل شعار فهران بن عتيق بن قريع، ووصل مبلش الدعية، ولكن سراح، سراح إلى سود السلام، إلى سود الانطلاق المتميز. هذا هو العالمي، هذا هو حمد بن راشد بن راية. بن راية يأتي بالسلالات الكبيرة، بن راية ينطلق بالأسماء المتميزة. مشكور يا أبو علي من قدم لنا هذا الانطلاق المتميز. إذن سراح بشعار حمد بن راشد بن راية، ثانيا كان الوصول من قبل شعار عتيق بن فران بن قريع من قدم لنا قاصد، بينما ثالث المراكز كان الوصول من قبل مبلش راشد بن محمد الدعية، بينما رابع المراكز كان الانطلاق من قبل الرامي راشد بن سالم بن سعد النابت، خامس المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل شعار برق علي بن حمد بن هزاع بشريدة، كان متواصل على المستوى الخامس ومقدم لنا هذه النتيجة. نعود وإياكم بالتوقيت الزمني، وهذا هو سراح يصل إلى خط النهاية بشعار العالمي حمد بن راشد بن راية. 12 دقيقة 59 ثانية 34 جزء من الثانية. ثانيا كان الوصول والانطلاق من قبل شعار فران أو عتيق بن فران بن قريع مع قاصد، 13 دقيقة بدون ثواني 64 جزء من الثانية. بينما ثالث المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل مبلش بشعار راشد بن محمد الدعية، 13 دقيقة ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق المتميز والجميل. تواصلنا مستمر، شوطنا القادم بصوت الزميل.